السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 4 وفيات و9 جرحى في حادث مرور بولاية المنيعة. تدخلت إسعافات الحماية المدنية في الساعات الأولى من نهار اليوم على الساعة 2:25 لأجل حادث انحراف وانقلاب سيارة نفعية بالطريق الوطني رقم 1 حوالي 110 كيلومتر باتجاه غردايا بلدية حاسي لفحل. خلف الحادث وفاة 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي. الله يرحمهم ويوسع لهم يا رب العالمين ويشفي المصابين. لا تنسى الإعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.